الفنانة الجميلة ندى بسيوني منورانا عبر شاشة فوشيا. أهلا بيكي معانا. أهلا بيك وبفوشيا. ندى مشاركة متميزة في الدورة السادسة من مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، كلمينا عن حضورك ووجودك وصفتك. في الحقيقة أنا بحضر مونديال في كل الدورات بتاعته وبتعجبني التسميات، يعني لما كان عن السياحة كانت حاجة حلوة جدا، والنهاردة إن الإرهاب مش هيكسرنا ولا عمره كسرنا ولا هيقدر يكسرنا، ده احنا اللي هنكسره بالفن وبالأعمال وبالتوعية وبرقي الفن وبالوحدة العربية الحقيقية كلنا مع بعض، هي دي الحاجة اللي هتخلينا محدش يقدر علينا. الجديد عندنا ده بسيوني الفترة القادمة ايه؟ بتحضر ايه؟ بحضر عفاريت. رمل الذاكرة اخراج الاستاذ عايد علقم، وهو مسلسل مصري اردني فلسطيني لبناني سوري، كل النجوم دول في المسلسل رمل الذاكرة، انتظرونا. دورك بقى في رمل الذاكرة؟ من الحب ما قتل، دور جامد جدا جدا ومن احلى الادوار اللي يعني اللي انا بعملها. يعني اطلالتنا بقى النهارده الجميله سيمبل بسيطه خالص، ترس كلمين عنه. لا ده ذوقي انا، وده علشان جامعه القاهره، فانا قلت يبقى اجي سيمبل. احنا سهلا اجي سيمبل علشان جامعه القاهره، يعني ما كنتش عارفه انه سواريات قوي وحاجات كده، قلت في الجامعه تبقى حاجه درس سيمبل يعني. ندى كان ليكي تصريح في احدى المجلات العربيه، المراه بدون كعب او المراه بالكعب هي الانوثه. هي الايه؟ انا بحب الكعب العالي، الكعب بيخلي المشيه كده مختلفه، ما انا بلبس كوتشيهات برضو بس في النادي اتمشى بيها، لكن في الخروجات التلون بيدي شياكه كده واناقه. الكعب ده كم سنتي دلوقتي؟ بتاع 10 كده. للاحراج ده.